تؤمنون بالقنوات الفضائية سيدنا أنتم الشيعية بدون ذكر أسماء، واقعا كيف تقيمون؟ القنوات الفضائية الشيعية خدمت العنصر العاطفي فقط، وأما العنصر الفكري فما زال يعني نسبة إلى ما يعرض في هذه القنوات الفضائية 2%. نحتاج إلى بس 2%، إيه نحتاج إلى فعلا، طبعا ما أريد أذكر أسماء لأن بعض القنوات إيه؟ لأن بعض القنوات فعلا جيدة وممتازة ما ننكر دورها، ولكن أنا أقصد بالمجموع، بحسب المجموع 2%. الفكر الذي تحتاجه الأمة والمجتمع الإسلامي مستوى 2%، مع الأسف في هذه ما يعرض القنوات الشيعية. طبعا في أيام محرم بعد وقت فراغي أشاهد وأستمع إلى بعض الخطباء حتى أعرف هل هناك جديد، هل هناك طرح مثلا جديد. نعم أتابع. وتعتبر القناة منبرا إعلاميا حسينيا، المنبر منبر ناعي، خلنا نعتبر القناة منبرا، نعتبر القناة منبرا ناعيا، ممكن أن نقول من هذه الجهة القناة منبر ناعي. نعم ممكن أن نقول هكذا. نعم ممكن.